السلام عليكم. لترجمة أي فيديو على اليوتيوب إلى أي لغة تختارها عليك اتباع الخطوات الآتية. افتح متصفح كروم للإنترنت. في متصفح الإنترنت افتح www.youtube.com. في موقع youtube.com على المتصفح افتح أو شغل الفيديو الذي تريد أن تترجمه إلى لغة أخرى. بعد أن تبدأ تشغيل الفيديو اختر خيار إضافة الترجمة، ثم اذهب واختار إعدادات. من قائمة الإعدادات اختار خيار Auto Translate. إن لم ترى الخيار اختر ترجمة إلى الإنجليزي أولا، ثم عاود الدخول إلى قائمة الإعدادات، ومن ثم سترى Auto Translate. عند ذلك سترى قائمة بجميع اللغات التي ممكن أن تترجم الفيديو إليها، ومن ضمنها طبعا اللغة العربية. الآن بإمكانك أن تطبق نفس الخطوات على أي فيديو موجود على اليوتيوب. أرجو أن تكون استفدت من هذا الفيديو، ولك تحياتي إبراهيم.